لقد أعلن الشعب المصري العظيم كلمته وقراره، ويطلب الاستجابة له والالتزام به. وها هي مصر تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها. لقد اختار محمد مرسي الانحياز لجماعته وتقسيم المجتمع. صحيح أن مرسي والإخوان قد وصلوا إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، لكنهم اتجهوا إلى ممارسة سياسة الإقصاء. لكن الشعب المصري قرر اختيار طريق آخر لتصحيح المسار في اتجاه الديمقراطية، ولن يسمح بأن يتم استغلاله مرة أخرى. لقد أطاح شعبنا العظيم في 25 يناير 2011 بديكتاتور مستبد هو حسني مبارك، وفي 30 من يونيو لسنة 2013 عاد المصريون للاحتجاج ضد هذا الاتجاه الذي اختاره مرسي والإخوان، والذي أعادنا إلى نفس سياسات مبارك وحاد بمصر وثورتها عن المسار الصحيح. فعادت مصر إلى عصر حكم الحزب الواحد مع محاولات التضييق على حرية التعبير عن الرأي ومحاولات وأد الاحتجاجات ضد سياسات مرسي. لقد كان الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر الماضي محاولة لإعادة إنتاج نظام الاستبداد والديكتاتورية بشكل لا مثيل له، وقام بتمرير مسودة دستور أعدتها لجنة تأسيسية يسيطر عليها المنتمون لتيار الإسلام السياسي. ورغم كل الاحتجاجات الشعبية الواسعة على هذا الإعلان وضد هذا الدستور، تجاهل مرسي كل هذه الاحتجاجات ودعا إلى حوار وطني مفرغ من مضمونه لحفظ ماء وجهه ديمقراطيا. كما قدمت سلطة الإخوان قوانين تقيد حرية التجمع والتعبير وتسعى للهيمنة على القضاء والإعلام، فضلا عن التحريض المستمر ضد المعارضة والنساء وقطاعات مجتمعية مختلفة، حتى وصل الخطاب التحريضي لسلطة الإخوان علنا وفي حضور مرسي نفسه وقيادات الإخوان والقوى المناصرة لهم فيما سمي بمؤتمر نصرة سوريا، وهو ما أسفر بعد ذلك عن مقتل 4 من المصريين على أساس الهوية بشكل طائفي بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي. لقد جعلت سياسات سلطة الإخوان أغلبية المصريين يدركون أنهم أمام نظام فاشي يسعى للهيمنة والسيطرة على الدولة المصرية، ويقصي المعارضة، ويبتعد عن المسار الديمقراطي الذي كنا نتطلع إليه بعد ثورة يناير. كما حولت سلطة الإخوان مصر إلى دولة فاشلة، وسعوا لتكون مصر أرضا خصبة للجهاديين الإسلاميين، فأصبحت سيناء خارج سيطرة الحكومة، وتصاعد وجود الجهاديين في مصر، وتدفق السلاح بشكل يهدد الأمن القومي للبلاد بشكل بالغ. لقد استخدم الإخوان كل السبل والطرق لمحاولة إخلاء مصر والسيطرة على الدولة. الأمور بهم ثورة لانقلاب، مؤتمر لتنسيقية 30 يونيو، مؤتمر عالمي لتوضيح الحقائق وما يجري وما يحدث حاليا في مصر. إنها ثورة لانقلاب. يقرأ بيان وكلمة تنسيقية 30 يونيو الناشط السياسي أحمد دومة. أحمد دومة اللي تم سجنه واعتقاله ظلما وبهتانا وبإجراءات غير قانونية يحاسب ويجب أن يحاسب عليها نائب مرسي العام الذي عاد من المفترض إلى القضاء مرة أخرى. يجب أن يكون هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ بحق ما كان من تجاوزات خلال أيام ماضية وأحداث سابقة. دلوقتي يعني عندنا المزيد والكثير من الحقائق التي يجب أن تكشف ويجب أن تعلم بوضوح ودون تجميل ودون تزويق ودون زيادات أو مزايدات. زي ما بنؤكد أنها ثورة لانقلاب، نؤكد أن هناك الكثير من الجرائم التي ارتكبت بحق
الشعب المصري في أماكن مختلفة، في المانيال، في بين السرايات، في محافظات مصر، جرائم ارتكبت من قبل مجموعات مسلحة إرهابية تابعة لجماعة الأخوان المسلمين. هنتعرف على تفاصيل هذه الأحداث وهذه الجرائم من أصحاب الأحداث، أصحاب الألام، أصحاب هذه المصائب، ولكم مشاهدين الحق في أن تطلقوا على هذه الجماعة، جماعة الأخوان المسلمين أو جماعة الأخوان المجرمين أو جماعة الأخوان الإرهابيين. لن نتدخل، لن نملي على أحد أي شيء، فقط اسمعوا اسمعوا ووعوا لكل ما يقال وكل ما كان وكل ما حدث. بتشرفنا النهاردة السيدة منى والدة الشهيد رامي المهدي، برحب بحضرتك معانا. البقاء لله وربنا يرحمه ويصبرك إن شاء الله. بشرفنا أيضا الأستاذ محمد المهدي ابن خال الشهيد وابن عمه الشهيد رامي المهدي، أهلا بيك والبقاء لله. بشرفنا أيضا طبعا هم من أهالي المانيال، وسقط الشهيد رامي أثناء الأحداث اللي كانت في منطقة المانيال. بشرفنا كمان الأستاذ محمد كرم وهو ابن الشهيد كرم محمد سيد وأخو المصاب علاء كرم، أهلا بيك معنا أستاذ محمد، البقاء لله، نعزيك ربنا يصبرك إن شاء الله. وبشرفنا محمود السيد علي، محمود اللي الأخوان حوله ذبحوا، محمود اللي الأخوان قالوا إنه مجموعات من البلطجية قاموا وهجموا على الأخوان السلميين ومجموعاتهم في بين السرايات واعتدوا عليهم. محمود بيشرفنا النهاردة بجرح عميق في رقبته يؤكد الجريمة، كان في محاولة لذبحه، كان في محاولة لقتله، كان في محاولة لإرهابنا كلنا من خلال ذبح محمود، ولكن الحمد لله ربنا سلم. أهلا بيك يا محمود معانا، بشكرك شكرا جزيلا أن أنت بتشرفنا رغم جرحك العميق ورغم ألامك الكبيرة. وبيشرفنا أيضا والده الحاج سيد، أهلا بيك يا حاج سيد. والحاج سيد ضرب عليه النار أثناء الصلاة في المسجد، ومحمود كان في محاولة لذبحه أثناء قيام محمود ومجموعة من زمايله من أهل بين السرايات لإخراج المصلين من المسجد حتى لا يتعرضوا للاعتداء من قبل مجموعات إرهابية متطرفة تابعة لمجموعة الإخوان. هنستمع للتفاصيل بكل تفصيل، ولكن اسمحي لي أبتدي مع حضرتك سيدة منى. في البداية طبعا أنا يعني مش عارفة أقولك إيه، بقاء لله، ربنا يصبرك، ونحتسب رامي بإذن الله عند الله شهيد. مش عايزة أرجع عليكي وقلب عليكي المواجع، بس مهم إن احنا نعرف تفاصيل جت إزاي، إمتى رامي نزل وإمتى جالك الخبر. رامي أولا بيشتغل في شركة السويس الزيت في محاسب، بقاله 5 سنين أو 6، وعنده 31 سنة، يعني من ساعة ما خرج وهو شغال كمان قبل كده، ومحترم متزوج من 4 سنوات وعنده بنت عندها سنة و10 شهور. في اليوم ده وانا راح الشغل الصبح عنده زي اي شاب عادي بيزود دخله ويعيش بيته معيشه كريمه، فراح الشغل يوم الجمعه الصبح ورجع اتغدى ونام. وهم احنا يعني بيت والدي انا جنب الاحداث دي بالظبط في المنيل، انا بيتي في الروضه. هو في اليوم ده وانا اتغدينا كل ولاد اخواتي وكل الشباب. طب اسمحي لي مدام منى، احنا بس مش يعني صوتك مش مسموع كفايه، وكل اللي بتقوليه مهم، احنا هنحاول نحل يعني قصه الصوت، وزمايلنا هيتحركوا سريعا. وخليني اروح لاستاذ محمد المهدي، حضرتك ابن خاله وابن عم الشهيد رامي المهدي، واحنا كان عندنا قصه يعني دراميه الحقيقه مؤثرة جدا، انه مباشرة بعد ما تم الاعلان عن استشهاد رامي المهدي عمه كمان سقط وتوفاه الله نتيجة الأزمة قلبية ونتيجة للحزن الشديد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. القصة بدأت في الاول ان احنا سمعنا بيان من القوات المسلحة ان على السادة التزام البيوت لان في احداث عنف هتحصل، وبالتالي احنا بدانا ان احنا نكون لجان شعبيه كده ايه كشباب المانيال، يعني كالعاده يعني كانت هي المنطقه الوحيده اللي تعتبر اكثر امانا في اي حته، واقرب منطقه للاحداث، ولم يتم فيها اي اعمال للعنف ولا للشغب ولا للسطو ولا اي حاجه. بس
لقيت خالتي بتقول لرامي، كان رامي حتى نايم، فبتقول له اصحى ده احمد بره وبيعملوا لجان وفي ضرب بيحصل على كوبري الجامعه وعلى المانيال وفي هجوم جاي على المانيال. فالمهم احنا طبعا يعني كنا كلنا اوريدي احنا واقفين على شارع المانيال بنجمع نفسنا بنشوف ايه اللي بيحصل. في ضرب نار جامد، ضرب نار عشوائي بطريقه لا تنتهي من الساعه حوالي بعد انسحاب الجيش مباشره، يعني بعد انسحاب الجيش بالظبط حوالي الساعه 8 او 7 ونص. فلقينا طبعا يعني الموضوع بيتفاقم اكتر، بيحصل ناس بتجري كتير جدا، في هرج ومرج مش عارفين في ايه. طبعا كل اللي في دماغنا طبعا احنا عايزين نشوف احمد اللي هو اخو الشهيد فين. واللي حصل ان قالوا لنا احمد موجود في قدام جامع صلاح الدين، في يعني في يعتبر في اول جبهه لجنه شعبيه مقابله لكبر الجامعه اللي هي اللي جايين علينا الاخوان منها او اللي هم مؤيدين. مش هنقول الاخوان عشان هم بيقولوا مش موجودين، وده طرف ثالث، احنا عرفنا مين الطرف الثالث، هم اللي كشفوا نفسهم بالطرف الثالث. فاللي حصل ان مجرد ما الجيش كان قافل الكوبري تماما وكان عربيات المصفحه قافله الكوبري، وكان في يعتبر يعني برضو ايه درع لينا، واحنا مش مثلا ما بنبداش بهجوم ولا بنبدا بمثلا استدراجهم ولا اي شيء، احنا بس واقفين حمايه للايه للمنطقه والاهالي المنطقه والاهالي بالظبط كده. فاللي حصل طبعا مجرد ما الجيش حصل عمليه السحل لضابط الشرطه لضابط الجيش والعسكري طبعا كله شافها، واللي انقض عليه الغادر اللي جاي له من ظهره، وطبعا اكيد كل الناس شافتها على الفيديو. فطبعا العمليه دي طبعا كانت معروفه وباينه جدا ان هي استدراك للجيش ان هو يخش ويتعامل معاهم علشان يبان ان ده انقلاب عسكري وان هم ليهم الحق. ده اللي انتوا حسيتوه وده اللي انتوا استشعرتوه. ده طبعا احنا كل ده يعني ده ما فهمناهوش في ساعتها. ده بعد كده الاحداث تولت، احنا كل اللي فهمناه ان احنا بندافع على اللي جايين علينا، احنا ناس داخله علينا بتضرب بجميع انواع الاسلحه. عايز اقول لك كل جميع انواع الاسلحه الحديثه المطوره الالي والبنديات الشوتجن بعيني حضرتك. احنا رايحين نجيب احمد وخلاص، بقول لحضرتك احنا بنجري، بقول لك بهلع يعني معروف ان شباب المانيا ورجال المانيا ما بيخافوش، فعلا ما بيخافوش، بس اللحظه دي كله كان خايف على مش على نفسه على اللي معاه، يعني كل واحد كان خايف على اللي معاه، اخوه صاحبه معرفش ايه، فكله بيجري عايز يجيب اللي معاه. فبالتالي احنا شفنا احمد وكان رامي معايا في الله يرحمه في نفس اللحظه دي. انت بتعمل ايه؟ تعالى ارجع. وكلهم طبعا بيهجموا بضرب نار آلي، ده غير حضرتك ان في جرينوف من فوق العماير اللي كانت جرينوف من فوق العماير حضرتك، فوق مسجد صلاح الدين، فوق مسجد حضرتك شفتيه من فوق المسجد، انا شفته حضرتك كده. حضرتك الكلام ده انا شفته بعيد. انا مش انا لوحدي، في شهود كتير جدا شافوا الموضوع ده من فوق المسجد، مدنى المسجد بتاع جامع صلاح الدين. ده اضافه للعماير الناحيه الثانيه اللي جنب فندق فور سيزون، من فوق ضرب نار مش عايز اقول لحضرتك، يعني مهما اوصف انا حسيت ان انا في فيلم اكشن بس لايف. وبعدين معاهم اللي هو النايت سنايبر اللي هو القناص القناص ليلي كمان. ده انت شفته؟ لا انا ما شفتش، بقول لك بس الاصابات اللي حصلت في الضلمه ما تقولش غير ان انا حتى الرجال اللي هم الشرطه قالوا ان دول معاهم اسلحه مطوره مش معانا. طب احكي لنا يعني الشهيد رامي زي ما حضرتك كده ايه اللي حصل؟ ان احنا شفنا احمد اللي هو اخو رامي الصغير، ويعني الاثنين بيعتبروا يعني انا مربيهم وهو اخواتي الصغيرين وانا بعتز بيهم جدا والله يرحمه رامي اكتر من اخ، مش هقول لحضرتك يعني انا بقول لك ابن عمي وابن خالتي وكلنا متربيين في بيت واحد يعني واخد بال حضرتك. فاللي حصل شفنا احمد وبعدين تعالى يا احمد ارجع وما اعرفش ايه وبتاع، طب احمد بيجيب صحابه ارجعوا 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 ارجعوا، مره واحده واحنا بنرجع لقينا رامي وقع حضرتك، الطلقه جايه له من اعلى لاسفل، ده بتقرير حاله الوفاه معانا، واخده في خده كسر فك الشمال دخول خروج من العنق زي ما يكون حد في الخروج دي ذبحه. فتحه 20 يعني معنى حضرتك كتر الفتحه الدخول دي يبقى ما يقلش عن 8 سنتي يبقى ده طلقه ايه؟ طيب وصلك الخبر ازاي؟ اصحابه انا ابن عمه واخوه ما قدروش يكلموني طبعا. ليه صاحب اسمه رامي برضو رامي فرحات، اتصل بيا طنط تعالي رامي مصاب في رقبته في القصر تعالي شوفيه. فقلت له طب حبيبي، نزلت رامي نزل من البيت ربع ساعه بالظبط بينه وبين الخبر اللي جالي،
ربع ساعة لابس بتهيأ ولسه صاحي من النوم بقى وفايق، اتغدى ونام، وزوجته كانت في البلد عندهم مناسبة فرح وراحت. هو خارج فعلا رايح مناسبة، رايح عشان يقابل ربه يعني. فربع ساعة قلت له ازاي ده لسه نازل، قال لي تعالي طنط بسرعة، هو مصاب في رقبته بطلق ناري، تعالي بسرعة. هما طبعا ما عرفوش هو منين. فأنا نزلت لبست العباية بسرعة ونزلت، في أخته جت ورايا اتصل بيا تقريبا كل نص دقيقة، يا طنط انت فين، يا طنط تعالي بسرعة رامي تعبان، يا طنط. قلت له يا ابني أنا على السلم، أنا عاملة عملية في رجلي وبنزل. قلت له أنا على السلم، أنا تحت البيت، أنا بركب تاكسي. طنط تعالي عشان بقاء لله تشوفي رامي قبل ما يدخلوه المشرحة. بقيت في حالة انهيار، التكاسي مش عايزة توقف لنا. أهل الحتة هنا مسكوا التاكسي قالوا لي لو ما ركبتهاش هنكسر، مش هتطلع حي. ركبني ووصلني القصر. دخلت قلت لهم انا عايز اشوف ابني، ابني التاني الصغير كانوا جوه طبعا مش عايزين اخش. قلت لهم انا مؤمنه بالله لازم اشوف ابني، لازم اشوفه. انا دخلت وشفته يعني عايزه، كنت هنفجر واصوت واشتم. سبحان الله ربنا نزل علي حاجه، اني احتسبتك عند الله يا ابني، ان الحمد لله احنا ابونا متدين وكلنا متدينين، وانا انتخبت مرسي للاسف. انتخبتي مرسي؟ ايوه، انا في الاول انتخبت، كنت من اشد المؤيدين، كنت من اشد المؤيدين ليه بساعه. قلت لي احنا عايزين الدين اللي هيحكم بكتاب الله مش هيظلمنا. كتاب ربنا نازل بكل احكام احنا نرضاها، ما فيش حد على وجه الارض ما يرضاهاش، لانه بي بي بينصر المسلم والكافر والمسيحي كله سواسيه عند الله. انتوا مالكوش دعوه، كل الدين كل يا ايها الكافرون لا نعبد ما تعبدون. توقعتي في لحظه انتخابك لمرسي انه انا قلت الدنيا هتتعمم وهتبقى كويسين وهنبقى كويسين؟ قلت الحمد لله احنا هنحكم بكتاب الله وشرع الله، ده اللي انا قلته. بعد ما في شهرين ثلاثه وقال ان انا كنت رئيس حزب الاخوان المسلمين بس انشقيت، وانا ما فيش حاجه ان انا ابقى منتمي الحزب، كنا زي بعض كلنا منتمين لاحزاب ما فيهاش حاجه، لكن لما يكون ولاؤه كامل ليه لا كلنا نرفض هذا، لان هو بيتكلم باسمهم وبيعمل كل اللي بيملوه عليه، لو هو ما بيعملش حاجه هو من نفسه من شخصيته. وخلال احداث المانيال سقط اكتر من شهيد، سقط رامي المهدي وسقط كمان شهيد كرم محمد سيد والدك محمد. ازاي جالك الخبر وايه تفاصيل اليوم الاخير؟ وانا كنت معايا والله في الاحداث دي، انا كلمتني والدتي، والدك بيقول ان في ناس جايين على منطقه المنيل من جماعه الاخوان المسلمين او المؤيدين لمحمد مرسي، وطبعا هم جماعه الاخوان المسلمين، لان ما فيش حد دلوقتي بيؤيد محمد مرسي غير جماعه الاخوان المسلمين. فطبعا انا رحت انا كمان، وهو كان معاه اخويا علاء اللي هو مصاب دلوقتي في مستشفى قصر العيني، واخد طلقه برضه في رجلي الشمال ومغير شريان ومربوط له وتر، وربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. فخدت عربيتي وطلعت على كوبري الجامعه، لقيته يا بابا، قال لي انا مش هينفع طبعا اسيب الشباب كلها دي طالعه واحنا نفضل قاعدين، احنا اهم حاجه بس ان احنا نحمي المنطقه بتاعتنا ان ما حدش يخش عليها. طبعا عندنا اخواتنا وعندنا بناتنا وعندنا ستاتنا، احنا ولا بتاع سياسات ولا بتاع، بس طبعا ملمين باللي بيحصل في البلد، ملمين باللي بيحصل. طبعا مش نازلين لمعارضه او تأييد، انتوا نازلين تحمي المنطقه ولا خالص، واحنا ولا معارضه ولا تأييد، احنا طبعا احنا يهمنا في الاول وفي الاخر مصلحه البلد. اللي هم دلوقتي مش همهم مصلحه البلد، ان هم لو كان همهم مصلحه البلد كانوا انساقوا على اراده الشعب اللي بيحصل دلوقتي. الشعب كله، انت جيت بالشرعيه، انا مش لا يزيد على حب الوالد يعني، الله يرحمه واحتسبه عند ربنا شهيد. انت جيت قلت ان انت اتكلمت على الشرعيه، محمد مرسي اتكلم على الشرعيه اللي جابته والصندوق، انا ما انتخبتوش ولا عمري طبعا كنت هنتخبه، لان انا من زمان عارف الناس دي بتعمل ايه والناس دي هدفها ايه، وسلطه وجاه وكده ونفوذ ولا اي حاجه ولا مصلحه بلد ولا اي حاجه. فبس هو الله يرحم والدي، الله يرحمه يعني، طلعنا لقينا منطقه المنيل كلها الشباب والرجاله وكل واقف على الكوبري الجامعه، وبدانا احنا نحمي نفسينا، نحط دروع وحاجات كده حديد نحطها نحمي بيها نفسينا يعني. ضرب النار طبعا آلي متعدد عشوائي. بعد كده بدات الاصابات بقى تستهدف يعني، حتى الناس اللي ماتت، اللي ميت في دماغه خارجه من داخله من فكه خارجه من رقبته، والدي واخد طلقه في صدره يعني تحت قلبه بشويه كده، خارجه من داخله من الرئه
على الحجاب الحاجز وخرجت من المحل. شايف انه ما كانتش عشوائيه بقدر ما كانت هدفها للقتل. هدفها جدا، لان انا اخويا كان بيكلمه وهو بيطلب منه ان هو يرجع، يعني هو عشان والدتي واقفه برضو يعني مش عاجبها اللي بيحصل، فعايزه ان احنا نرجع تاني يعني. فسقط والدي، بعد كده اخويا علاء، هما بقى بداوا يجروا والدي كمان، يعني حتى بعد ما ضربوه بالنار بداوا يجروه. هما يجروه عاوزين بيجروه، لان هما بعد كده بيدعوا ان اللي ماده من جماعه الاخوان المسلمين او الجماعه المؤيده المرسي. ايوه، فشباب المانيا برضو قاموا واخدينه وبداوا. لا انا مش قادره اتخيل المشهد، يعني بعد ما والدك بعد ما ضربوه بيشدوه ناحيتهم، ناحيتهم عاوزين ياخدوه عنده، ومش هو بس ده كتير كده. وطبعا بعد ما بياخدوه بيقعدوا برضو يكملوا عليه ضرب، بعد ما بيقع بالرصاص بيضربوه تاني، بيكملوا عليه ضرب لحد ما بيموت، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. يعني والدك تعرض للضرب بعد ما وقع بالرصاص؟ لا الحمد لله الشباب قدرت ان هي. وسمعنا فيما بعد انه كان في مشاكل كمان قدام المشرحه، وكان في محاولات لاقناع الاهالي باخراج الجثامين على انها جثامين تابعين ومؤيدين لرئيس المعزول او من جماعه الاخوان المسلمين. طلع بيان على قناه الجزيره مباشر ان اللي استشهدوا دول، يعني هنحسبهم عند ربنا شهداء ان شاء الله، ان شاء الله، ان هم من جماعه الاخوان المسلمين او مؤيدين المرسي. طبعا كذب طبعا خالص، الناس دي ما فيش حد. يعني هو عموما وجودكم معانا النهارده خير دليل هو طبعا، يعني خير دليل. والحقيقه ان احنا في عائلات اخرى من اهالي الضحايا والشهداء اللي سقطوا في بين السرايات واللي سقطوا في منطقه المانيال، ولكن يعني احنا سمحنا لنفسنا ان احنا يكون معانا بعض من النماذج لاهالي الشهداء والمصابين ايضا. وعايزه اروح لمحمود. محمود، انت كان في محاوله لذبحك وباين يعني علامتها حتى اللحظه، لو مش عارفه لو نقدر نشوفها من خلال الكاميرا، ممكن تحكي لي اللي حصل بالظبط يا محمود من فضلك؟ انا كنت واقف على الناصيه عشان ما فيش حد يخش ايه من ورانا، هم كانوا بيضربوا فينا. واحد شيخ اسمه طارق من عندنا على الناصيه، ايوه، قال لي تعالى نجيب ايه الناس من الجامع. تخرجوا الناس من الجامع علشان ايه؟ عشان كانوا بيضربوا فيها. كنتوا خايفين على الناس اللي في الجامع اللي بيصلوا عشان ما يضربوش والناس. طلعت ابويا وروحته وراجع اجيب ناس، قابلت الشيخ طارق ده. قال لي تعالى نجيب ايه واحد من ورا عشان ايه واقع. قلت له يلا. واحد مصاب. واحد مصاب. رايح لقيته كتفني الشيخ طارق. الشيخ طارق ومعاه اتنين، لقيته كتفني مسلم لي الناس وغموا عيني. مين بقى الناس دول؟ شفتهم؟ ما شفتهمش وغمين عيني. هما غموا عينيك وبعدين سلموك؟ عايز يضربوا فيا. يضربوا فيك ازاي وبايه؟ في قطر ومطوه وطبنجات في دماغي. يعني انا شايفه في تجمع دموي في عينك، عينك حمر جدا وعندك كدمات في عينيك الاثنين. ده كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كده الحمد لله. كتير جدا من فضل الله. طب الحاج سيد علي طبعا هو والد محمود. حاج سيد، يعني محمود جالك وزملائه علشان يخرجوك من الجامع عشان ما تتعرضوش للاعتداء، رجع هو تاني، بعد كده ايه اللي حصل؟ هل سمعت عنه؟ سمعت منه؟ عرفت انه مخطوف؟ سمعت انه هو بيتضرب؟ انا كنتش عارف عنه اي حاجه، يعني هو مجرد ما خرجنا من الجامع او خرجنا قلت له في ناس لسه، احنا قدرنا نجري، كان في ناس كبيره مش قادره تجري. فقال لي طب خليك وانا هروح، يعني المسافه مش بعيده بيننا وبين الجامع. من ساعتها ما سمعتش عنه حاجه، يعني انا من عادتي ابني لما يكون في حاجه زي كده احنا متفق روح واعمل، بس تعالى طمنا عليك. انا قاعد في البيت وتعالى طمنا عليك. طيب ارجع لمحمود تاني، ايه اللي حصل يا محمود؟ يعني اخدوك وغموا عينيك، ايه اللي حصل بقى؟ كان في ناس كانت ماسكين من رجلي وسحبونا على الارض. بيسحلوك يعني؟ وقعدوا يضربوا فيا، وفي ناس برضو زمايلي برضو اتضربوا. حصل فيهم نفس اللي حصل فيك؟ مش شايف بقى مين اللي بيضرب ولا مين يضربوا في كلام؟ قالوا لكم كلام؟ سالوكم اسئله؟ مين اللي بيدفع لكم فلوس؟ مين اللي بيدفع لكم فلوس؟ نقول لهم مفيش حد بيدفع لنا فلوس، لا بيضربوا اكتر. وقلعوا لنا هدومنا ورش علينا ميه وكهربونا. يا نهار ابيض، كهربوكم؟ صواعق. وناس بيدفنوها في الجنينه. في ناس زمان كتير اتدفنوا في الجنينه. اتدفنوا في الجنينه؟ انت يعني شفت ناس اتدفنت في الجنينه؟ لا هو انا صحابي. هو لينا جارنا برضو شاب قده اللي هو جاي قبل محمود، يعني جاي برضو مضروب ومعمول ودماغه مفتوحه.
فانا على قد ما عرفت بعمل له كمادات والحاجات ده، فبقول له ايه حسن، اسمه حسن صبري جنبينا على طول، اللي هم هو شغال قدام باب تجاره وفي شغال في مكتبه، خدوه من هناك، خدوه برضو نفس الحكايه، كتروا عليهم وخدوه وغموا عليه وراح واخدينه على هناك، خدوه بقى في جنينه الاورمان، وكان معاه برضو كام عيل كده قبليه يضربوا فيهم، والاثنين الولاد بيقول الاثنين اللي قدامي اتذبحوا بسبب ان هم قعدوا يقولوا قول مين اللي اداك ال 200 جنيه وانتوا جايين بلطجيه وانتوا مش عارف ايه. فالواد ما قدرش من الضرب سكت، ما قدرش يتكلم، فما اعرفش ايه اللي حصل كده، ربنا اراد ان هو يهرب من وسطهم، بس اكد لي ان الاثنين اللي كانوا معاه اتذبحوا. يعني هو تكرار لنفس السيناريو اللي حصل في الاتحاديه، ضرب وتعذيب واسئله، مين اللي بيديكم فلوس، مين اللي زائقكم، مين اللي جايبكم. طب هم كانوا عارفين ان انتم اهل بين السرايات، ان انتم بتحافظوا على المنطقه، اصل احنا جوه الشارع بتاعنا، جوه الشارع نفسه، يعني ما طلعناش على الشارع العمومي اللي هم فيه. طب انا عايز اعرف اللحظه اللي حطوا على رقبتك السكينه او المطوه او القطره، مش عارفه يعني حاولوا ذبحك بايه يا محمود؟ هو بقطر. بقطر. قالوا لك ايه ولا؟ لا حلال الله اكبر، انت كافر. الله اكبر. يعني هو اللي بيضربه بيقول له حرام عليك انا زي ابنك، قال له انا ابني مش كافر. وراح يعني محمود اللي حسه ان كان في ناس جنبه شباب زيه كده، واللي معاه القطر ده او اللي معاه ايه بيمشي على رقابين كلهم مع بعض. حطينا صف كده ومعديه، واحد معدي بقطر، معدي بقطر على كل اللي قاعدين وكل اللي يعني ربنا ستر، يعني كان ممكن الجرح يكون اعمق من كده لا قدر الله ويحصل لك حاجه. طيب ايه تاني، ايه اللي حصل خلال ما كنت موجود، ايه شهادتك على اللي كان بيحصل؟ كان بيحطوا دماغك على الرصيف وقعدوا يضربوا بالرجول عليه، يعني يحط دماغه على الرصيف الخرسانه ده، يحط دماغه ولا مؤاخذه برجليه يقعد يدب عليه على اساس يبقى هو بيضرب من فوق ورصيف ناشف من تحت. يا الله. فهذه الخبطات دي اللي كانت عامله لهم الدوخه اللي هم فيها ومش حاسين بحاجه، وضرب بقى يعني محمود جسمه كله متبهدل. يعني انا لما شفته اول مره ما عرفتوش، انا دخلت عليه في المستشفى ما عرفتوش، قلت ده مش ابني وسبته في الاوضه، فبسال عليهم فين ابني؟ فين محمود السيد؟ الراجل بتاع المستشفى يقول لي هو ده ابنك. قلت له لا، ما عرفتوش من وشه، ما صدقتش انه ده ابنك. لا يعني ما تخيلتش منظر وش ده، يعني احنا الحمد لله كل ده نزل من العلاج والحاجه دي. ما عرفتوش. وهم حاطين راسك على الرصيف وبيضغطوا برجليهم، كانوا بيقولوا حاجه معينه؟ كلامه مش مفهوم. ازاي مش مفهوم؟ في كذا واحد لغتهم مش فاهمها. لغتهم مش فاهمها؟ مش يعني مصري يعني؟ زي سوري، زي ليبي. بس في ناس مصريين بس بعيد عننا، وما بيجيبوا من جوه، من بره يدخلوا لجوه. والناس دول هم اللي بيضربوا. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ متاكد انه كان في يعني لكنه غريبه مش مصريه؟ الاصوات، الاصوات ما عرفتش احدد هم بيقولوا ايه، مش فاهم هم بيقولوا ايه. ان طبعا هو من كتر الضرب بتاعه هو ما فيش تركيز ولا بتاع، بس هو سامع حاجات بسيطه. فحاولنا نعرف ان هو ساعتها مين دول. انا مش فاهم، مش فاكر، مش قادر اركز. طيب احنا كان المفترض تكون معانا الحاجه سلوى والده الشهيد عبد العزيز احمد عبد العزيز، للاسف الظروف ما سمحتش ان هي تشرفنا، ولكنها معانا على التليفون حاليا. مساء الخير يا حاجه سلوى، والبقاء لله، ونحتسب عند الله شهيدا باذن الله عبد العزيز. الله شهيدا يا مدام دي، البقاء لله، ربي يخليك. عبد العزيز من اهل بين السرايات، هل كان نازل برضه يدافع عن المنطقه؟ لا. يحميها لا. ولا كان ايه؟ ما كانش ابوه نازل يساعد ولا حاجه. احنا اليوم الثلاث ده بننزل ربع لحمه قدام الباب عندنا، ابني عنده 29 سنه لا بيسمع ولا بيتكلم، كان ربنا واخد منه حاجه غير كده، واخد منه الحاجه دي ومديله فهم تاني، بنربي حتتين غنم ويذبح مع ابوه ويصفي لابوه حتتين لحمه. يوم الثلاث ده ابوه بيطلع يشوف زبون بره على الشارع ويجيبوا حته اللحمه اللي احنا بنبيعها. ففجاه لقينا الناس بتجري. فالواد جري يشوف ابوه، بصينا بقول له يابا يابا يابا، لقينا الرصاصه راحت جايه في ابني اترمى على ابوه، راح الرصاصه الثانيه جت في ابوه في رجليه،
وبعد عنك. خرجت اجري لقيت الدنيا وشايلين ابني وشايلين برضه ابوه، منظر فظيع ولا اليابوس، واحد منه يا دوبك ركبوا المكنه مسافة ما وصلوا ورجع كده مسكوه شدوه وذبحوه وجرجروه وخدوه معاهم لحد جنينه القربان. وقناصه، قناصه بتضرب علينا في كل حته، ودخلت البيوت وطلعت من فوق البيوت في الشقه بتفتش على الشباب عشان تذبحها. سارة مين؟ سارة مين يعمل فينا كده؟ لا الدين ولا الاسلام قالوا اعملوا في الناس كده. ابني اخرس واطرس بس ما كانش بيسيب فرض الله، كان بيصلي الخمس افراد الوقت بوقته. وبابا كنت قاعد اقول يا نفسي يا ابني يا زيزو اعرف انت بتصلي تقول ايه؟ يقول ربنا مديله، يقول له سيبوه ربنا اعلم بيه هو عند الله. ابني ما كانش لا بيعمل حاجه وحشه ولا بلطجي ولا اي حاجه، ذبح عيالنا بهدلونا وفي متعورين ومصابين كتير قوي 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 بالضرب بالنار. يعني ابني كان في المشرحه وابوه كان في العمليات مركب شرحتين وخمس مسامير في ركبته. ترى مين؟ وابوه مريض عنده القلب وجرحة صدرية. يعني وقاف المريض ابني، ابني 29 سنة مجهزة له كل حاجة، مجهزة له كل حاجة حتى هدومه في الدولاب بشنطها. يوم ما كان بيساعد ما كان بيتغسل، جالنا جالنا تليفون تعالوا شوفوا العروسة لعبد العزيز. مين الاسلام قال كده؟ الاسلام قال كده والشرع والدين قالوا كده؟ هيقتلوا في عيالنا وقولوا عيالنا بلطجية؟ ابني ما كانش بيتنقل من قدام الباب والدنيا كلها تعرف بكده، منطقتنا كلها كده تعرف ان عبد العزيز زيزو ده مشهور بكده، مشهور بكده. ها؟ البقاء لله. لو ما كنت مشهور بكده ما كنت استغربت انا هو نازل الطرفة لابني، ابن عريس، ابن عريس ويقسم الدنيا بحلق من اللي حصل لنا. احنا كنا احنا افخم من سوريا، احنا قاعدين دلوقتي في البيوت مقفول علينا بيوتنا، لا بنخرج ولا بنخش. خايفين تقتلوا؟ خايفين ننزل، بيخشوا علينا من كلية التجارة، بيضربوا علينا من المبنى العالية بالنار. علينا بيخشوا الجامعة، علينا بيضربوا علينا. مفيش أمن، مفيش شرطة، مفيش حد يحمي المنطقة لا. ويأمن كلية التجارة عشان حصلت عليها؟ بالليل من الساعة 2 بالليل، من ساعة ضربوا علينا بالليل الساعة 2 بالليل، ليلة الحد بالليل، والشرطة والجيش دلوقتي مسابانا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا احنا في رعب، احنا بنموت بالبطيء. اتخرب بيوتنا، بيوتنا اتخربت. عيل عنده 10 سنين يقولوا له قول يا مرسي، يقول لهم ما اعرفش مرسي، يمسكوه يذبحوه، يمسكوه يذبحوه. عندك فكره عن الطفل اللي عنده 10 سنين ده اسمه ده ايه؟ اهله مين؟ مستشفى بولاق. نعم؟ ما اعرفش. قال عنه في مستشفى بولاق. قالوا ده من الكتكات. من الكتكات. ما اعرفش. سمعت انه اتذبح. اتذبح. واللي شايل ابني ميت خطوتين وروح، وراح عند بيته جروه ذبحوه عند جنينه القرمان جروه. واللي بيقطعوه بيقطعوه من جده، بيقطعوه. وفي ناس مش لاقيينهم عندنا، ناس مختفيه عندنا مش لاقيينها من يوم الحادثه دي. كم واحد يا حاجه؟ واللي مدمروه واحد عيل تاني طلعوا فوق رموه من الدور الخامس. كريم عجيبه عيل عنده برضه 26 سنه. 26 سنة رموه من الدور الخامس. ده مين ده؟ سارق مين؟ رموه بعد ما رموه من فوق ذبحوه، ذبحوه كده بيحللوا وقولوا إلى الجهاد. الله أكبر، إلى الجهاد، الله أكبر. ليه؟ إحنا كفار؟ إحنا مش كفار، إحنا مسلمين وموحدين بالله وبنصلي في وقته في وقته وما يفديش، وربنا كبير واحتسبناه في شهداء عند الله، عند اللي لا بيغفل ولا بينام. ربنا كبير، ربنا كبير عليهم، وهو ابني مش احسن من اي حد. بشكرك شكرا جزيلا يا حاجه سلوى. الحاجه سلوى ام الشهيد عبد العزيز احمد عبد العزيز.
ربنا يصبرك، ربنا يقويكي، ونحتسب عند الله شهيد بإذن الله. عبد العزيز ما كانش بيتكلم وما كانش بيسمع، بس ربنا كان مديله القدرة ان هو يساعد والده ووالدته، ان هو كان ايدهم اليمين، واقف معاهم في محل الجزارة البسيط اللي بيعيشهم منه. كان نازل يدور على والده اللي أصيب في نفس الأحداث ولكن قتل. عبد العزيز أحمد عبد العزيز زي شهداء كتير وقتلى ومصابين وقعوا، نحتسبهم بإذن الله عند ربنا شهداء، ولكن إيماننا بربنا وتأكدنا يا حاجة منى أنه بإذن الله هيعود حق الشهيد، هو اللي يمكن بيصبر قلب كل أم وكل أب. إمتى يعني هترتاحي وتحسي انه ربنا جاب لك حق رامي؟ يعني هو ربنا كبير ان شاء الله، هنحتسبه عند الله شهيد باذن الله، وربنا يقبله عنده في الشهداء يا رب. امتى هحس بكده؟ لما الاقي بلدي الناس ماشيه فيها، بنتي تمشي بامان، ومفيش اي واحد من الاخوان، احنا مش عايزين نقول عليهم اخوان مسلمين بعد اذنك، ولا اخوان انتوا بتقولوا قتلة او ارهابيين، لا، لو في كلام اكبر من كده ممكن يتقال نقوله. سميهم ايه؟ لا يعني انا مش قادرة اقول، ارهاب قليل عليهم، قتلة قليل عليهم، انا مش عارفة اقول ايه. يعني انا اولا الاسلام عندنا قال لك المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يعني الكلمة البذيئة يجب ان ما تخرجش من بق المسلم. قال للناس الذي سلم الناس، الناس كل الناس، اي بشر، اي اشكال، كافر، مسلم، مسيحي، يهودي، شيعي، سني، اي حد، ناس، كل الناس. ما قالش المسلم، ما قالش من سلم المسلم، لا، من سلم الناس، كل الناس، من لسانه ويده. لسانه دول لا سلموا من لسانهم ولا من ايديهم، وبطش ده جرينوف اللي بيتضربوا بيه ده، يعني لما تطلع الرصاصه من الرقبه بتاعت ابني وتكون الفتحه قد كده بالظبط، قد الحجم ده، انا دخلت شفت ابني الفتحه قد كده، قلت ده ذبحينه مثلا، دي ذبحه سكينه، لا يمكن تقولي دي طلقه، الطلقه بتخرج كامل دايره يعني، لكن هم ما كانوش يعني، ده مش طلق، ده طلق، لكن هو مش طلق. انا مش متخيله ازاي تدخل من هنا. شفتوا يعني هل تم تشريح جثه الشهيد رامي؟ أي. طب ايه التوصيف للطلقه دي او الجرح ده؟ انا معايا توصيف من كشكل يعني ولا لا؟ التوصيف تشريح من خلال تقرير. هو التقرير طبعا طلقه عيار ناري، دخول في الفك الايسر، وتسبب في كسر الفك الايسر وخروج من العنق، ادت لوفاه الشهيد رامي. طبعا ده يعني احنا مهما حضرتك بتقولي طبعا ايه اللي هيريح والدته، طبعا مفيش حاجه طبعا هتريح اي ام لاي شهيد، غير ان هو حقه يرجع، غير ان هو عند ربنا شهيد طبعا، احنا معترفين طبعا ان هو في جنة الخلد ان شاء الله، هو وجميع الشهداء، وربنا يلحقنا بيهم. واحنا كنا بنهدف في المسيرة بتاعت الشهداء في المانيال، كنا بنقول ينجيب حقهم يموت زيهم. ففي دلوقتي سواد في كل، من صغير لكبير، من رجالة وستات، كل الشباب في المانيال زي ما يكون الوفاة دي عندهم في البيت، او اخوهم او ابوهم او او او. فالعملية مش 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 موضوع بقى سياسة خلاص، الموضوع دخل في طار ودم، وناس بقت عداء وبتزود عداء للناس. طيب علشان ما يوصلش لمرحلة الطار، علشان ما يوصلش لمرحلة الدم، وكل واحد فينا يدور على اللي قتل يعني قريبه، حبيبه، ابنه، اخوه، ابن عمه، وعلشان يبقى في قانون، ايه اللي هيوقف الدم وسيل الدم؟ هم الاخوان اللي يوقفوها والله، ياخدوا مرسي ويمشوا من البلد، يمشوا او يقعدوا في مكان ملناش دعوه بيهم، يسيبوا السلطه، هم اللي يقدروا، الحساب عند ربنا اكيد طبعا، وربنا ربنا سبحانه. بصي احنا، انا مش عايزه اخد حق ولا يعني، الناس بنقول هنجيب حقهم، ابن الصغير يقول لازم اخد طار اخد، قلت له بص انا ربنا اقوى مني واقوى من اي حد، ونعمة بالله، وانتقام ربنا اشد، ونعمة وأكبر بالله، بس في قانون. بالظبط، احنا بنفكر، انا عايزه ربنا ياخد لي حقي. محمد كرم انت محامي وعارف القانون كويس طبعًا، وعارف مواد القانون طبعًا كويس، ووالدك شهيد. لوالدي انا طبعا القضيه مش مفيش اي حاجه من القضيه دي غير ان انا احافظ على حق والدي بس، عشان حتى يبقى مرتاح في نونته، وانا طبعا بحتسبه عند ربنا شهيد. واللي هيوقف بحر الدم ده هم نفسهم،
هم لما يرضوا زي ما احنا مرضينا ان جماعه الاخوان المسلمين مش محمد مرسي بقى دلوقتي بقت جماعه الاخوان المسلمين يحكموا مصر ونقعد اسود سنه ده في حياتي اسوأ سنه مش انا بس على جمهوريه مصر العربيه حتى اللي كانوا مؤيدين لمحمد مرسي حتى اللي راحوا انتخبوا محمد مرسي دي اسود واسوأ سنه عدت في تاريخ مصر. ايام حسني مبارك احنا كنا عايشين في امان والحمد لله كانت الدنيا كويسه ما كانش فيه ترويع ولا خوف ولا قلق ولا ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي هيتم ولا جرائم ولا سرقات ولا نعم لا يعني مش عايزين ننسى الحقيقه كان في جرائم وكان في سرقات وكان في ظلم بس يمكن بس الحقيقه يعني لو يرجع الزمن تاني احنا نعيش في زمن حسني مبارك تاني احسن ده رايك الشخصي ومقدرينه بالتاكيد استاذ محمد واحنا ما صبرناش على حسني مبارك ست شهور ما صبرناش لما الراجل طلع وقال انا ما على فكره انا مش مع او ضد بس احنا لما طلع حسني مبارك وخلاص احنا خلصنا عصر الاستبداد والظلم ده وهو طلع قال احنا عاوزينه نستنى ست شهور ما رضيناش هو طلع محمد مرسي بكل حماقه انا اسف طبعا وبكل هو طبعا عنده ما هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه في الدنيا ولا بيعرف يتكلم اساسا طلع لسه عاوزنا نستنى سنتين ونص تاني ليه؟ نستناك سنتين ونص تاني ليه؟ عملت ايه في السنه دي تخلينا نستناك تاني سنتين ونص؟ عموما الشعب المصري وشباب الثوره اللي اطاحوا بنظام حكم مبارك هم اللي اطاحهم بنظام حكم مرسي لانه املنا كلنا من بعد الثوره 25 يناير و30 يونيو انه يكون في حياه افضل لينا كلنا حقوق افضل لينا كلنا ان احنا محدش يروع ومحدش يقتل ومحدش يعذب ومحدش يكوش على مقدرات البلد بشكل او باخر. النهارده محمود لو عندك فرصه انك تاخد حقك شايف انه حقك يرجع لك ازاي وانت عندك الجرح القطعي في رقبتك وكان في محاولة لذبحك وانت يعني وشك مليء بالغرز والكدمات وتعرضت لضرب كتير وانت بتأكد لي انه جسمك كله مليان كدمات ومليان جروح كبيرة ازاي شايف انك تاخد حقك؟ الصراحة انا عايز واحد بس يسلمني طارق ده عشان ده كان بيحصل له كل حاجه كنت بدافع عنه يا اما معايا كده ليه كان بيحصل له ايه وكنت بدافع كان بيسرق بالليل وهو نام في الكشك كنت باجي مثلا ورا الحرامي واجيب له الناس اللي بيسرقوه ناس كتير كانت بتخانق معاه كنت بدافع عنه ويجي يسلمني انا حسيت بالخيانه الصراحه طارق الشيخ طارق ده هل كان يعني هو مقيم في الكشك انت بتقول ده هو كان من اهل المنطقه ولا هو جه قعد معانا جه قعد معاكو جه قعد معانا بقاله قد ايه هو ممكن كان فاتح ده كان زمان قوي وكان قاعد معانا من زمان كان لهم بيه بس باعوه ايوه ابوه مات بعد كده ده جه فتح الكشك قعد معانا سنه بعد كده ايه قبل الثوره دي قبل 30 يونيو قفل الكشك بقاله يومين اختفى بس هات المشكله لقيناه جه مع الي ويضرب فينا احنا احنا افتكرناه معانا احنا وبيضرب فيهم بس طلع ضدنا هي المصيبه ان احنا تحولنا لاحنا وهم وبنضرب فينا لا بيضرب فيهم هم في ناس من عندنا من الصغر كانوا بيطلعهم على السطوح وخليهم يضربونا ويدوهم سلاح بيبقوا فوق السطوح ويركزوا وينشنوا على الناس ويوقعوهم مصابين الناس دي كانت فوق مبنى مسجد صلاح الدين وفي عماره جنب السفاره الاسرائيليه الدور الرابع الدور الرابع تحديدا الدور الرابع العماره اللي فيها اتصالات اللي هي جنب السفاره الاسرائيليه اللي هي اخر كوبري جامع ده حضرتك اسم الجيزه تم السيطره على الدور ده وطلعوا منهم ميليشيات لجماعه الاخوان المسلمين وفي محاضر في اسم الجيزه بالكلام ده اهل المنطقه حررتوا محاضر بكل الجيزة. التفاصيل اسم الجيزه لان المكان ده تابع لاسم الجيزه أي. مش مصر القديمه طبعا مصر اسم مصر القديمه ورجال شرطه اسم مصر القديمه طبعا هم يعني مش عاوزين برضه يبقى يحصل زي ما بيحصل في التلفزيون انقلاب على الرئيس وانقلاب عسكري والشرطه تاني ترجع بتضرب لا في الناس لا الكلام ده ما بيحصلش الشرطه واقفه مع الناس بتحمي التظاهر السلمي السلمي والامن بس
ما بتعتديش على حد. طيب والشرطه المفروض دلوقتي موجوده في منطقه المنيل؟ موجوده في منطقه المنيل وفي كثافه. طب بس واللي انا سامعاه انه اهل المنيل محبوسين في بيوتهم مش قادرين ينزلوا ولا يروحوا ولا ييجوا. خايف نخرج؟ لا احنا بنخرج الحمد بس لله. بس يعني كل الاولاد موقفينهم يعني ما خرجوش وكده. بس للاسف برضو الشرطه معلش ما همش اسلحه تضرب. بيسالوا احنا يوم انا ابني مات ورايحين نجيبه ابن اختي رايح راجعين يجيبوا احمد رايح قاعد يقول على الكوبري مش همشي مكان اخويا مات هقعد. ابني اللي عنده 22 سنه مش صغير عنده 22 سنه اخر سنه في كليه اداب القاهره رايح قاعد في مكان اخوه ما مات مش عايز يمشي من على الكوبري. ابن عمه طبعا راح يجيبه وابن اختي الثاني رايحين يجيبوه قال انا حسيت ان انا ضربت ضرب نار مش واحده واحده تسمعي ضربات نار وهم كانوا جريوا جابوا احمد وراح مزعق له امشي معايا روحوا البيت. طبعا احنا عند هناك احنا ما كناش عارفين نرجع من القصر يعني انا بعد ما شفت ابني ميت وعايز ارجع ما كناش عارفين نمشي المكان مش عارفين وده في المنيل ضرب نار كانك في اسرائيل كانك في طب اخبار بين السرايات ايه حاج سيد؟ احنا نفس الوضع شبه محاصرين يعني محاصرين يعني محاصرين من مين؟ هو دلوقتي من الجماعه دول قاعدين قدام عند الجامعه بيجوا لنا بالليل يعني بالليل دلوقتي كل الناس خايفه تخرج احنا حتى صلاه الفجر في يوم ما طلعناش لنا الفجر يوم الاربعاء ده المسجد اتقفل الناس صلاح الدين برضو ما حدش صلى فيه في الفجر مسجد بقى له اكتر من 100 سنه ما اتقفلش بابه اتقفل في اليوم ده الفجر. ان الناس خايفه تروح تصلي فرض ربنا. انا برفض برضو لفظ حصار ان احنا مش معلش احنا مش هنتحاصر والمفروض برضو انا بوجه يعني دعوه لاخواتنا واصحابنا كتير قوي بين السرايات ان احنا لازم كلنا نقف لهم ما ينفعش ان احنا نسلم نفسنا كده ويحاصرونا المفروض ان يكون في بس ايه اللي هيعملوا ايه اهل بين السرايات هل نحولها لحرب شوارع هل نحولها لحرب اهليه مع أيوة. مع تعاون الجيش والشرطه ما هو برضو احنا مش هم اللي ورانا بقى احنا اللي وراهم يعني ولو هم عايزين هم اللي يبقوا ورانا ما فيش مشكله احنا كلنا دروع ليهم هو عموما البعض شايف انه ده الهدف عند الجماعه دول سواء بقى حضرتك مش حابه ان احنا نقول جماعه الاخوان المسلمين فليسميها يعني حضراتكم كما تشاؤون ما ينفعش والله طب قولي لنا اسم عشان مش قادر يعني انا عايز قولي لنا اسم عشان بس نعرف نتكلم عليه يعني انا يعني بصي انا القاموس بتاعي مش قادر اجيب كلمه اوحش كلمه في الدنيا لازم تقدر تقولي الغيلان المتاسلمين الغيلان المتاسلمين طب جماعه الغيلان المتاسلمين لو في عندهم مخ البعض بيقدروا يتفكروا البعض بيقول انه هدفهم هو انه تصوير الموضوع على انه حرب شوارع حرب اهليه لا 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 الناس بتقتل في بعضها لا 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 لانه حصلش. مرسي كان عارف يسيطر على الوضع مجرد ما تمت الاطاحه الشعبيه بي بقى الوضع على العكس صحيح فكروا ان هم يعدوا المانيال المخطط اللي كان محصور يعني اللي هم حاطينه ان المفروض ان الجماعه اللي تمثال النهضه دول هيعدوا على كوبري الجامعه عبورا بالمانيال من قدام القصر العيني هيخشوا على اول القصر شارع القصر العيني لدخولهم المتظاهرين التحرير ويقتلوا بقى في التحرير من فوق كوبري 6 اكتوبر علشان يعملوا عليهم كماشه. طيب كلمه اخيره حاجه منى بنت الشهيد رامي لوجين لما تكبر هتقول لها ايه؟ هقول لها والدها استشهد في ايه وهو واقف بيدافع عن حد ما يخشش يرهبها او يعني او يخوف ده ما رضاش يخلي مامتها تيجي يعني مامتها عايزه تيجي خلصوا الفرح والمناسبه وعايزه تيجي قال لها لا ما تجيش دلوقتي خلاص انا ضحي ببنتي وبيكي علشان خاطر تيجي تقعدي معايا انا قاعد عند ماما لحد ما تيجي ولما البلد تهدى خالص تيجي جت لما مات انا اتصلت بيها بعد ما عرفت وفاه ابني ب10 دقائق هي مش مصدقه لان انا ورامي مكلمينها من نص ساعه تقول لي يعني في خلال نص ساعه يا ماما رامي مات قلت لها ايوه مات هعمل ايه يا بنتي من الليلوين بس استاذك ايه وانت بتبلغي مرات ابنك بانه انا ما بلغتش ما قدرتش اقول لها طبعا انا قلت لوالدتها اللي هي بنت عم رامي يعني والدتها بنت عمه البقاء لله ونحتسب رامي ونحتسب كل اللي سقطوا ضحايا الغدر والعدوان شهداء نحتسبهم شهداء عند ربنا بإذن الله أحياء يرزقون بإذن الله أنا في النهاية عايزة أشكر
حاجة منى والدة الشهيد رامي المهدي. بشكرك شكرا جزيلا رغم الألام ورغم الأحزان ورغم كل شيء حضرتك كنت مصممة أنك تكوني معانا توضحي الصورة. وبشكر أستاذ محمد المهدي ابن خالة وابن عم الشهيد رامي المهدي. أنا عايزة أتهم حد في قتل ابني. عايزة تتهمي حد معين؟ أيوه. مين؟ أول واحد محمد بديع. وأنا برضو بديع. بعد ما محمد بديع طلع على المنصة في رابعة العدوية والدماء وما هيطرع يتنصب على الكرسي ويقعد على الكرسي بدماء وما فيش دماء بدأت المسبحة وبدأت الضرب. هو قدهم ادالهم إشارة البدء. تتهمي محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوة وأولهم الأول الرئيس لأن هو اللي سمح لهم بالحاجات دي. وبعدين محمد بديع والبلتاجي وخيرة الشاطر صفوة حجازي كل واحد ندى بالدم. كلهم دمويين. كلهم بيطالبوا بدم. الإسلام مش كده تمام. وأنا برضو وبريء منهم الإسلام. وأنا بتهم محمد بديع قبل محمد مرسي يعني محمد بديع هو اللي محرك محمود بالظبط. محمد بديع محمود بتتهم مين؟ بس المفروض هو كرئيس رئيس المديريه بتاعت امن الجيزه. مش رئيس بتتهم رئيس المديريه بتاعت الجيزه. مدير امن الجيزه اللي هو مدير الجيزه. اه ليه بتتهم؟ عشان اتصلنا بيه قال لنا ما عندناش سلاح. ده المدير السابق هو تم تغييره بعد مذبحة بين السرايات. بتتهمه ان هو اللي مسؤول عن اللي حصل لك وعن وقوع الاصابات والشهداء. حاج سيد تتهم مين؟ والله كتير كتير كتير. يعني لو تقدر تلخصهم لنا كده واحد او اتنين من اللي شايفهم مسؤولين. هو اللي معايا قوي صفوت حجازي. انا ما اقدرش اقول عليه دكتور ولا شيخ ولا اي حاجه. البلتاجي الشاطر سامي الغريان وعريان. كل واحد منهم المجموعه اللي هم بيقولوا عليها مجموعه الارشاد او مكتب الارشاد او بتاع. طيب اهل الشهداء اهل الضحايا اهل المصابين الابطال بيوجهوا الاتهامات الى محمد بديع الى محمد مرسي الى صفوت حجازي الى محمد البلتاجي وخيرت الشاطر وغيرهم من قيادات جماعه الاخوان المسلمين. البعض منهم بالفعل مقبوض عليهم باذن من النيابه بتهمه التحريض على قتل المتظاهرين والبعض منهم مختبئ ما بين المتظاهرين المعتصمين في ربع العدويه وبيستخدمهم كدروع بشريه. ورد الينا المعلومة التالية ومن خلال تواجد بعض من الصحفيين وبعض من المراسلين في اعتصام ربع العدوية الشباب والسيدات والأهالي الموجودين بيقولوا التالي: احنا قالوا لنا لو خرجنا هيقبضوا علينا، لو خرجنا من الاعتصام مش هنخرج عمرنا من الاعتقالات أو المعتقلات، لو خرجنا من الاعتصام هيقتلونا. احنا نحب نقول لكم لن يحاسب ولن يقبض على إلا الملوثة أيديهم بدماء المصريين، إلا اللي حرضوا على القتل، إلا اللي قتلوا بالفعل. أنتم كمواطنين مدنيين مسالمين معتصمين في أمان وسلام الأفضل أن ترجعوا إلى منازلكم آمنين ألا تستغلوا. ففي النهاية تكونوا مجني عليكم أو جناه، مجني عليكم هيتم التجارة بدمكم وباسمكم كضحايا لعنفهم وقالتهم القاتلة المستخدمة طول الوقت. مجني جناه برضو هيتم البطش بيكم من خلالهم وهيتم التبرؤ منكم في لحظة واحدة. أنا بشكر السيدة منى والدة الشهيد رامي المهدي والأستاذ محمد المهدي ابن خالة وابن عم الشهيد. أنا أسفة جدا وقتنا خلاص هاخد. طب سريعا أرجوكي. في أربعة مسكون من بارح وموتوهم وحرقوا لهم العربية. الأربعة دول اتنين فلسطينيين واتنين سوريين معهم جرينوف ومعهم قنابل يدوية ومعهم لابتوب ومعهم جوازات سفر. مسكون في أول المنيل وسلموهم للشرطة بس بقى ميتين. ميتين. أيوه. احنا عايزين بس نطلب حاجة الشباب حاجة لحق الناس دي. احنا بس هنتكلمنا في كل اللي حصل بس ما شفتش او ما اتكلمناش في اي حلول اللي حصل او ايه اللي مطلوب عشان نتكلم الحوار ده كله. طب سريعا ارجوك. المطلوب بس دلوقتي ان طبعا يعني بحيي الناس كلها وبحيي الناس اللي شاركوا معانا في المقاومة دي. بس انا برضو يعني رجاء خاص وبناشد السيد رئيس مجلس ادارة شركة الزيوت للسويس للزيوت سوكو اللي كان شغال فيها الشهيد رامي ان هو يصدر قرار بتعيين احمد اخو رامي في نفس الشركه طبعا لان كان الموضوع يعني ونتمنى ان هم يكونوا
يعني سامعين هذا النداء وان يكون في استجابه لي. انا بشكر استاذ محمد كرم المحامي وابن الشهيد كرم محمد سيد واخو المصاب علاء كرم. لحد دلوقتي ما اعرفش يعني. ربنا يصبركم وربنا يصبروا ويقوموا بالسلامه باذن الله. تعزينا ليكم. بشكرك شكرا جزيلا محمود، رغم انه كل الالام اللي عندك ورغم تعبك ورغم وهنك ورغم صوتك اللي مش طالع، لان انت جيت وصلت الرساله. يكفي ظهورك على الشاشه علشان يعرف الناس كم الارهاب كم الكره اللي بيحمله المجموعات دي للشعب المصري. شكرا جزيلا محمود. عايز تقول اي حاجه في الاخر؟ الله يخليك. شكرا جزيلا. بشكر الحاج سيد علي والد المصاب البطل محمود سيد، شكرا جزيلا يا حاج. وخلونا نرجع للاصل، الاصل اللي بنحمله مسؤوليه الدماء اللي سالت سواء في بين السرايات سواء في المانيال سواء امام الحرس الجمهوري. خلونا نعرف ونسمع ونشوف ونؤكد على مسؤوليه واحد من قيادات الاخوان المسلمين صفوت حجازي، وهو بيتوعد ويهدد انه في اجراءات تصعيديه غير متوقعه او لا يتوقعها احد في من خلال هذا الفيديو. ومن بعده نستقبل الاستاذ احمد سيد النجار الخبير الاقتصادي المعروف. نحن لا نخرج من الميدان ليس خوفا من الميدان من الاعتقال، ولكننا لا نخرج من الميدان طمعا في الشهادة وانتظارا للشهادة في سبيل الله في هذا الميدان. الدكتور محمد مرسي إما أنه في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع، وسنخرجه وسيكون هناك خطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد. المستقبلية دكتور بعد يعني هناك خطوات تصعيدية ضخمة لا أستطيع أن أفسر عنها. سيخرج الرئيس محمد مرسي ويعود إلى القصر ويكون هو رئيس الجمهورية إن شاء الله.